مشاهدينا وين ما كنتوا، اهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج ميديا تولك عبر القناة الإلكترونية جدي زاد. البرنامج هذا اللي راح نهضروا لكم فيه على الأخبار والصور وحتى الفيديوهات الأكثر تداولا عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء كان ذلك بالجزائر والعالم أيضا. نبدأ عدد اليوم بأول تويت اللي راه داير ضجة كبيرة في فرنسا. التويتر هو عبارة عن جدارية إشهارية بعنوان دوفيني فاطمة أو كوني فاطمة، وهذه العبارة خاصة بالخدمات المنزلية. الإعلان الترويجي كانت نشراته شركة بوتيفي على لوحات إعلانية متحركة في العاصمة بباريس، نفس الإعلان أين استعملت فيه عبارة كوني فاطمة مساعدة رعاية منزلية يمكنها تكريس نفسها لخدمة سيمون وأندري. لكن نفس هذا الإعلان ما مرش مرور الكرام على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنه لقى جدل واسع بين مستعملي هذه المنصات، سواء كان بين الناشطين السياسيين وكذلك مستخدمي السوشيال ميديا، لأنه اسم فاطمة كان يطلق على خادمات المنازل العربيات خلال فترة الاستعمار الفرنسي في شمال إفريقيا، وين خلى أغلب التويت كونتر هاد لا بيبليسيتي. الإشهار كما قلنا دار ضجة واعتراض كبير في تويتر، ومن بين التعليقات اللي كانت على هذا الإشهار مراد اللي كتب: جدة والدي كانت اسمها فاطمة وكانت خادمة في بيت المستعمرين، كوني فاطمة إعلان يمجد الماضي الاستعماري ويحيي العنصرية في بلد الحريات. أما عن صفحة في بلادي ألجيري كتبت هي أيضا: Une pub qui ne passe pas. مشاهدينا إلى فيديو واحد آخر اللي كان دار حالة في الفيسبوك. فيديو يبين تعرض شاب للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بأحد شوارع في بومردايس بالعاصمة، وين نفس الشاب اعتدوا عليه بالضرب والشتم، إضافة لأنه استعملوا ضده الأسلحة البيضاء. عن طريق الفيديو يبان أنه الجماعات توجهوا للشاب جماعيا، والشي الواضح أنه الشاب كان وحده. نروح ونتفرجوا الفيديو مع بعض باش توضح لنا الصورة أكثر ونعود نقولهم. الفيديو هذه اليوم من بيرموندرايس، هاد الزوج اللي راكم تشوفوا فيهم واحد بتريكو الاحمر مع واحد بتريكو الكحل، راهم يقوموا بعمليه اعتداء على هاد الجن باش يديو له الهاتف النقال تاعو، يحوسوا يجريسيوه، وين رانا نلاحظوا لما يجوا الناس باش يسلكوه يعتمدوا على الحجه انه راهو دالهم تليفون تاع الاخت تاعهم، وهكذا يعني يخليوه الناس، في حين انهم في حقيقه الامر يعتديوا عليه ويسرقوا له في الهاتف تاعو. إذن هذا الخدعة ما شفناهاش فقط في الجزائر العاصمة، حثت في حتى في ولاية أخرى، رانا نشوفو يستعملوا في الأسلحة البيضاء باش يعتديوا عليه ويضربوا فيه وداولوا حتى الهاتف تاعو والسب والشتم. للأسف شديد قطعنا الصوت، احتراما لكم السيدات والسادة المتابعين والمتابعات. الفيديو تنشر وتداولوه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وحتى صفحات أيضا هي الأخرى شاركت في البيبليكاسيون تاع الحادثة. الكل كان يبارطاجي ويشارك في الكومنتار بهدف القبض على هذه الجماعة، خاصة وأن ظاهرة السرقة في الجزائر زادت في الآونة الأخيرة. من جهتها صفحة أنفو ترافيك دارت منشور فيه وكتبت: تصرف نذل ولا أخلاقي قام به هذا المجرمين تجاه هذا الشاب الأعزل، يجب نشر الفيديو على أوسع نطاق للقبض على المجرمين. من جهة أخرى تساءلت أحد المعلقات في تعليق لها أين كتبت: حتى السيارة يمكن يكونوا كروها من البويرة وهما أصلا ماشي من البويرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن يحيى بن مخلوف والآخر علق قائلا: ظاهرة جديدة تستعمل من طرف المجرمين، وهي اتهام أحد الأشخاص بسرقتهم وقيامهم بالضرب وسلب الهاتف النقال منه، في نفس الوقت بحجة سرقة الهاتف النقال راح يكون السارق يقبض عليه وبالتالي تتم العملية أمام مرأى الناس. وإلى صورة أخرى مشاهدينا الكرام، وإن عدد من صيادي الأسماك بولاية الطارف سجلوا ظهور سمكة الأرنب السامة، وذلك بسواحل الولاية للمرة الثانية على التوالي بعد ما كانت في 2014 ظهرت، وين هذاك الوقت كان في حالة من الهلع والخوف وسط الصيادين الجزائريين. وحسب إذاعة الطارف، سمكة الأرنب السامة عثر عليها خلال عملية صيد بحري لسفينة جياد. الخبر تفاعل معاه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وينكتب أحد المتفاعلين بتهكم:
احنا ما كلينا سمك الارنب ولا سمك الفيل، السردين نتاع الزوالي ولات في البوديوم. في حين الياس معلق اخر تساءل في تعليقه اين قال: هل ممكن توضيح على مدى خطورتها؟ اعطونا معلومات عليها من فضلكم. في الختام نوليو للفيديوهات، وانتشر فيديو في الانستغرام ولقى بارطاج بين مستخدمي هذا الموقع، وين الفيديو نفسه اللي جاء تحت عنوان قطعة من الجمال واللي يعود للمصلى المرواني بمدينة القدس. وباش نذكركم مشاهدينا الكرام انه المصلى المرواني يقع اسفل الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد الاقصى، ويتكون ذات المصلى من 16 رواقا، إضافة إلى أن المساحة تقدر بحوالي 400 متر مربع، ويعتبر كذلك أكبر مساحة مغطاة للصلاة في الأقصى. وسيرجع يوما الأقصى وسنمحو تاريخ الأرض، للقدس نعيد الألوان، زمن العز لن ننسى. وسيرجع يوما أقصانا وسنمحو تاريخ الأرض، للقدس نعيد الألوان، زمن العز. جمعنا لكم على هاد الفيديو بعض التعليقات اللي طرأت عليه، ومن بين هاد التعليقات براء اللي استخدمت عبارة يا الله الجمال لتعبيرها على مدى إعجابها بهذا المصلى. أما هدى مايلي اللي قالت في تعليقها إبداع، مضيفة بعض الإيماءات لتعبر على إعجابها بهذا المصلى. أما عن وفاء اللي قالت كالتالي: فعلا قطعة من الجمال والإتقان والرهبة والخيال، بتدخلوا بتصير تتأمل كيف أنه تحت الأرض وكيف حجارته ضخمة مبنية بطريقة محترفة. إذا مشاهدينا الكرام، قبل ما نودعكم كالعادة نرصد لكم في ميديا تولك صور لجمال الجزائر ومدنها العريقة، واخترنا لكم لنهار اليوم ألبوم صور لشلالات سيدي واضح لتميزها بمناظر طبيعية خلابة. هاد الصور اللي تشاهدونها تعود لجوهرة سياحية طبيعية بقلب ولاية تيارت. وباش تكونوا على بالكم مشاهدينا الكرام انه هاد الشلالات تعد من اروع الشلالات، كونها تصب من اعلى الجبل الى بركة، وين اتخذها الشباب والعائلات الجزائرية مكان للسباحة والاستجمام. اذا مشاهدينا الكرام، لهنا وصلنا لنهاية عدد اليوم من ميديا تولك. قبل ما نودعكم نذكركم بانه ميديا تولك برنامجكم اللي يرصد الاخبار، الفيديوهات، الصور اللي تصنع الحدث على منصات التواصل الاجتماعي. اكيد ما تنساوش انكم تشاركونا صور، فيديوهات وتعليقاتكم ايضا على منصتنا الرقميه الظاهره اسفل الشاشه باش نهضركم عليها في الاعداد القادمه. شكرا اللي تبعتونا، نلقاوكم غدوه ان شاء الله على نفس القناه الالكترونيه وبنفس التوقيت. بقوا على خير. I'm gonna go get some more.